الثانية عصرا من القاهرة، موعد هذه الجولة الإخبارية التي تأتيكم مشاهدينا من أونلايف. أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الشعب المصري تحمل الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي نتجت عن الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم بها الحكومة. وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء المجر، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لا تمييز بين المصريين وبعضهم على أسس دينية، وكل المصريين لهم حقوق. وخلال المؤتمر أكد السيسي أن الشعب المصري كله مصطف في مواجهة الإرهاب. ومن جانبه أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ضرورة أن تدعم أوروبا استقرار الاقتصاد المصري، معربا عن تقديره للرئيس السيسي لما بذله في مجال مكافحة الإرهاب. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استهل نشاطه في المجر بوضع إكليل زهور على نصب التذكاري في ساحة الأبطال بالعاصمة بودابست. ووصل السيسي إلى المجر مساء أمس في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، سيجري خلالها لقاءات مع المسؤولين المجريين، ويشارك في قمة تجمع فيتشغراد الذي يضم التشيك وبولندا وسلوفيكيا بالإضافة إلى المجر. إذن هو مشاهدينا تاريخ طويل من العلاقات الدبلوماسية والتجارية تخطط أمواج البحر المتوسط لتجمع القاهرة وبودابست على مصالح مشتركة. الأعوام السابقة شهدت عددا من الزيارات المتبادلة بين المسؤولين المصريين والمجارين تصب في مجملها حول رفع أفاق التعاون بين البلدين. نتابع المزيد في سياق التقرير التالي. أنت كالقطر المجري، كلمات تتردد على ألسنة المصريين لتدلل على سرعة البعض في المجالات المختلفة. تشبيه بليغ بالقطر المجري الذي يمتاز بسرعته الفائقة في العقل الجمعي المصري. زيارة الرئيس السيسي إلى المجر تفتح أفاقا رحبة في التعاون بين القاهرة وبودابست. فأرض الكنانة استقبلت في مايو 2016 فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر، وفي 2015 كانت زيارة رئيس الجمهورية للمجر، والتي ساهمت في تعزيز العلاقات المشتركة باعتبارها محورا رئيسيا لنفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق أوروبا الشرقية. العلاقات المصرية المجرية تستند إلى تاريخ طويل يعود إلى عام 1928، عندما أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لأول مرة مع وصول البعثة المجرية إلى القاهرة عام 1939. المجر منذ انضمامها للاتحاد الأوروبي تتبنى مواقف إيجابية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وتحرص على اتخاذ مواقف متوازنة وتأييد رؤية مصر إزاء قضايا السلام في الشرق الأوسط وخطورة سياسة الاستيطان الإسرائيلية وضرورة وقفها فوراً. حرص مصر والمجر على استمرار التشاور بينهما دفعهما لإنشاء آلية دورية للمشاورات السياسية والاستراتيجية بين وزارتي الخارجية في البلدين، وهي المشاورات التي تجري على مستوى مساعدي الوزير. كما أن المجر تؤيد المرشحين المصريين في المحافل الدولية بشكل عام. الفترة الأخيرة شهدت تبادلا للزيارات من جانب العديد من الوزراء وكبار المسؤولين في البلدين، فضلا عن عقد اللجنة المشتركة المصرية المجرية بمصر في نوفمبر 2009. تاريخ طويل من العلاقات الدبلوماسية والتجارية تخطت أمواج البحر المتوسط لتجمع القاهرة وبودابست على مصالح مشتركة. يضم تجمع فيتشغراد دول المجر وتشيك وبولندا وسلوفاكيا، وتعود علاقة القاهرة به إلى 3 أعوام مضت عندما بدأت القاهرة في استعادة دورها ومكانتها الدولية. المزيد عن هذا التجمع وعلاقة القاهرة به في العرض المعلوماتي التالي وزميلة شيماء الكردي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، نتابع وإياكم استعراضا لأهم المعلومات عن العلاقات التي تجمع بين مصر والتجمع فيتشغراد.
الذي يضم دول المجر وتشيك وبولندا وسلوفاكيا، حيث تعود علاقة القاهرة والتجمع إلى عام 2014، حيث عقد أول اجتماع في سلوفاكيا على مستوى وزراء الخارجية، وبحث خلاله تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والسياحية، فضلا عن بعض الملفات السياسية بمنطقة الشرق الأوسط والأزمة السورية. وتنبع أهمية العلاقات التي تجمع بين فيتشغراد والقاهرة إلى ما تتمتع به هذه الدول من قوة تصويتية داخل الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى قوتها الاقتصادية، كما أن تلك الدول تمثل مصدرا مهما للسياحة الوافدة إلى مصر. أما في يونيو من عام 2015 عقدت الجولة الأولى للمشاورات السياسية بين مصر ومجموعة دول فيتشغراد على مستوى كبار المسؤولين بمقر وزارة الخارجية، كما تناولت سبل تعزيز العلاقات والقضايا المشتركة، خصوصا الأزمات في ليبيا وسوريا والقضية الفلسطينية، فضلا عن تعزيز الفهم والتعاون بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي بصفة عامة، كما تم مناقشة الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات. أما رؤساء وفود الدول الأعضاء فأكدوا تأييدهم لمصر في حربها ضد الإرهاب بأشكاله كافة. أما في يونيو لعام 2016 استقبل وزير الخارجية نظرائه من مجموعة فيتشغراد، وتناول اللقاء ثوابت الموقف المصري تجاه القضية السورية وعرض الرؤية المصرية اتجاه الأوضاع في ليبيا والعراق واليمن، كذلك سبل التنسيق بين مصر وأوروبا بشأن قضية الهجرة غير الشرعية، كما حظيت قضية الإرهاب بقسط وافر من الحوار. أما في أبريل من العام الجاري استقبل مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية رؤساء وممثلي وفود دول مجموعة فيتشغراد، وتم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تلك الاجتماعات من حيث إتاحتها الفرصة لتبادل الرؤى وتنسيق المواقف بين مصر والدول الأربع، وتطرق أيضا إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية، فضلا عن حث دول التجمع على تعزيز السياحة الوافدة إلى مصر. وتبادل المشاركون في الاجتماع الرؤى حيال قضايا المنطقة المختلفة. تأتي مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مصر وتجمع فيتشغراد الأربع استكمالا لانفتاح مصر على الدول الأربع الأعضاء في تجمع فيتشغراد، وذلك لتفعيل وتنشيط علاقات مصر بالتجمع ككل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، وهو ما سيصب في خانة تطوير العلاقات مصر مع الاتحاد الأوروبي بشكل عام، ويأتي مكملا لسياسة مصر الثابتة في تنويع شركائها في مختلف القارات والتواصل معهم بشكل دائم. شكرا لكم. انطلقت اليوم أعمال قمة الاتحاد في دورته 29 قمة الاتحاد الأفريقي تحت شعار تسخير العاد الديموغرافي من خلال الاستثمار في الشباب. هذا ويرأس المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وفد مصر في قمة الاتحاد الأفريقي، ذلك بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وخلال كلمته بالقمة الأفريقية أشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى أنهم في انتظار استجابة الكيان الصهيوني للمبادرة التي تم الاتفاق عليها مع الولايات المتحدة الأمريكية وفق حل الدولتين. تلوح بارقة أمل جديدة لصنع السلام مع التحرك المبكر لفخامة الرئيس ترامب وإدارته من أجل صنع السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وإن هذا التحرك قد جاء في وقته. وقد أكدنا للرئيس ترامب خلال لقاءاتنا معه في البيت الأبيض وفي بيت لحم استعدادنا التام للعمل معه من أجل عقد صفقة سلام تاريخية بيننا وبين الإسرائيليين وفق حل الدولتين، ونحن في انتظار أن تستجيب إسرائيل لهذه المبادرة. وقد أكدنا كذلك للرئيس ترامب استمرار شراكتنا الكاملة معه لمحاربة الإرهاب في منطقتنا والعالم. سيد الرئيس، ونحن إذ نهنئكم بانعقاد هذه القمة، نتمنى لكم تحقيق كل ما تتطلعون إليه من خير ورخاء وتقدم لبلدانكم وقارتكم وشعوبها، مؤكدين لكم مجددا على جاهزيتنا واستعدادنا التام
لتعزيز علاقات التعاون والشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارات مع اتحادكم العتيد ودولي الصديقة وتبادل الخبرات في مجالات الزراعة والصحة والطاقة النظيفة، إضافة للتعاون في المجال الأمني وفي مكافحة الإرهاب، وذلك من خلال الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي. إذن مشاهدينا، نشرتنا الإخبارية ما زالت مستمرة وتتابعنا فيها بعد هذا الفاصل. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء. أهلا بكم مجددا. تحول اليوم الذكرى الرابعة لبيان الثالث من يوليو لعام 2013 الذي توج ثورة الثلاثين من يونيو بالانتصار، ووضع خريطة طريق للمستقبل بعد أن أنهت حكم الجماعة الإرهابية للبلاد. تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت. يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ولحين انتخاب رئيسا جديد لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية، تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية، تشكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذي تم تعطيله مؤقتا، مناشدة المحكمة الدستورية العليا إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء في إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية، وضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيلة وإعلاء المصلحة العليا للوطن، اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب في مؤسسات الدولة ليكونوا شركاء في القرار في مواقع السلطة التنفيذية المختلفة، تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات. عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماع المجموعة الاقتصادية بمقر مجلس الوزراء، وأوضح رئيس الوزراء أن الخطوات الواثقة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ستؤتي ثمارها خلال المرحلة المقبلة ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام. ووجه إسماعيل الوزراء والمحافظين بضرورة التواصل الفاعل مع المواطنين للتعرف على مشكلاتهم والعمل على حلها، ذلك من خلال التحرك الميداني. من جانبه، توقع محافظ البنك المركزي طارق عامر ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال الشهر الماضي، والذي سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة. أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قبيل أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك برئاسة الدكتور حسين منصور لمدة 3 سنوات. وقال إن هذا القرار يستهدف تفعيل دور الهيئة الجديدة في إعداد منظومة متكاملة لتداول الغذاء، سواء كان منتجا محليا أو مستوردا، بما يسهم في الحفاظ على حقوق كل من المستهلك والمنتج على حد سواء، حيث ستتولى الهيئة الجديدة وحدها سلطة الرقابة على كافة مراحل تداول الغذاء. أكد اللواء علاء الدجوي مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة والمشرف على قطاع المرور تواصل الحملات المرورية على جميع الطرق خاصة الساحلية المؤدية إلى المصايف، ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية
اللواء مجدي عبد الغفار للتصدي لأية مخالفات. نطمن السادة المشاهدين ان احنا متواجدين على مدار ال 24 ساعة التواجد الامني على معظم الطرق الساحلية ومعظم الطرق المؤدية للمصايف لاطمئنان السادة المواطنين، وتي توجيهات من السيد وزير الداخلية مجدي عبد الغفار للعمل على السيطرة على الطرق وتصدي لأي مخالفات. واحنا زي ما سيادتك شايف دلوقتي احنا موجودين في طريق مصر اسكندرية الصحراوي، في اكتر من تواجد امني على طول المحور جميعه يعني تواجد مكثف سواء من حملات الرادار او محملات مخدرات، ومعانا برضو سيارات الاسعاف لا قدر الله لو في اي حاجه للاغاثه اول باول متواجد على طول المحور بدايه من القاهره حتى مناطق نهايه الحدود بالنسبه للساحل جميعه يعني. وعلى طريق مصر الاسكندريه الصحراوي التقت كاميرا اون لايف اللواء عادل زكي مدير الاداره العامه للمرور للوقوف على اخر استعدادات الاداره على مختلف الطرق والمحاور. احنا بدانا فعلا في اشهر الصيف وانتهاء الامتحانات وانتهاء رمضان، فبدأت الناس تتزايد وطرق بكثافة على الطرق السريعة زي طريق مصر اسكندرية وطريق وادي النطرون وطريق الساحلي طريق المطروح. هناك توجيه من السيد الوزير بزيادة وتكثيف الخدمات على الطرق دي وزيادة الرادارات وزيادة حملات المخدرات علشان بقدر الإمكان ان احنا نضبط الطريق على نضبط السرعه على الطريق. التواجد موجود مكثف، شايف حضرتك التواجد. اولا التواجد على طريق مصر اسكندريه مش اقل من 7 اماكن فيها تمركزات ما بين رادار وما بين حملات متنوعه ما بين مخدرات. يستأنف اليوم مجلس النواب جلسته العامه، حيث من المقرر ان ياخذ المجلس الراي النهائي في عدد من مشاريع القوانين. تتضمن مشروع الهيئه الوطنيه للانتخابات ومشروع قانون بشان اعتماد خطه التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه للسنه الماليه 2017-2018. كما يناقش المجلس ملف زياده اسعار المحروقات البتروليه، بالاضافه الى مناقشه طلبات الاحاطه العاجله التي تقدم بها النواب بشان ارتفاع الاسعار خاصه فواتير الكهرباء. المزيد من التفاصيل تنضم إلينا مراسلتنا سالي سالم. سالي، بعد التحية يعني ضعينا في مزيد من الصورة وفيما لا وصل بمشاريع القوانين التي سوف تتم سيتم أخذ الرأي النهائي بها، وأيضا فيما لا وصل بارتفاع أسعار المحروقات وفواتير الكهرباء. أهلا بك رجائي. بالفعل كما ذكرت نحن نتواجد داخل مجلس النواب، نتابع معكم كعادتنا ما يدور في أروقة المجلس سواء على نطاق الجلسة العامة التي من المفترض أن تبدأ في 3 عصرا أو على نطاق الجلسات الفرعية التي بدأت منذ 10 صباحا وتستمر حتى بدء الجلسة العامة. على أي حال كما أسلفت من المفترض أن يتم أخذ الرأي النهائي بعد العديد من المناقشات التي تمت في جلسات سابقة، يتم الأخذ الرأي النهائي في مشروع القانون الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات، وأيضا أخذ الرأي النهائي في مشروع القانون رقم 5 لعام 2010 وهو المتعلق بشأن تنظيم زراعة الأعضاء، وأيضا كما ذكرت فيما يتعلق باعتماد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية وأيضا هيئة الانتاج الحربي، وهذا فيما يتعلق بالسنة المالية 2017-2018. كما سيتم مناقشة عدد من التقارير الخاصة باللجان الفرعية والتي يتم رفعها للجلسة العامة ليتم أخذ الرأي فيها أيضا، فيما يتعلق بتقرير لجنة الطاقة والبيئة وهو مشترك مع مكتب الشؤون الدستورية والتشريعية، وهو فيما يتعلق بالتعاقد بين وزارة البترول والهيئة المصرية لتصنيع البترول وشركة شيل إيجيبت فيما يتعلق بالتعاقد لاستخراج البترول والثروات المعدنية من منطقة جنوب شرق مليحة بالصحراء الغربية. لدينا أيضا فيما يتعلق بتقرير لجنتي الإعلام والآثار فيما يتعلق بإنشاء نقابة للأثريين. هناك شكرا عدد من اللجان الفرعية سالي. كما ذكرت لك التي سالم. عقدت عدد من الجلسات والتي انتهت فور بدء الجلسة العامة. عودة إليك مرة أخرى. شكرا لك سالي سالم، موفدة أونلايف من مجلس النواب. إذن يواصل مؤتمر مصر تستطيع بالتأي المربوطة فعاليته لليوم الثاني على التوالي الذي تنظمه وزارة الهجرة
وشؤون المصريين في الخارج بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة. للمزيد من التفاصيل انضم إلينا مراسل أون لايف عمر نور الدين الذي يجري لنا هذا اللقاء مع السيدة داليا الشفعي أستاذ القيادة والتغيير في كندا. نتابع. ننتقل مشاهدينا الآن إلى الزميل عمر نور وضيفته من كندا ومؤتمر مصر تستطيع بيئة المربوطة. نتابع. إذن نعتذر مشاهدينا، سوف نحاول التواصل مع الزميل عمر نور. أصدرت محكمة جناة الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار معتز خفاجي حكمها على 119 متهمة باقتحام مركز الشرطة تطفيح عقب فض اعتصامي رابع العدوية والنهضة، حيث قضت بالسجن المشدد ل 55 متهمة وإلزامهم بدفع 340 ألف جنيه قيمة التلفيات والحبس 5 سنوات ل 31 متهمة، فيما حصل 33 متهما على حكم بالبراءة. كانت النيابة قد وجهت للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر وإثارة الشغب واقتحام مركز شرطة إطفيح وإشعال النيران وحيازة أسلحة نارية وبيضاء ومولوتوف، بالإضافة إلى اتهامات أخرى. من الخبر مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الجولة الإخبارية، بقي فقط أن نذكر بأبرز ما ورد فيها من عناوين. خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الحكومة المجرية السيسي يؤكد أن المصريين مصطفون لمواجهة الإرهاب. خلال كلمة بالقمة الإفريقية الرئيس الفلسطيني يؤكد انتظاره واستجابة الكيان الصهيوني لمبادرة الولايات المتحدة. ومساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة يؤكد لأون لايف التصدي لأية مخالفات على جميع الطرق. نهاية النشر، نشكر لكم كرم المتابعة.